إن تركيب جهاز BWB-XP أمر في غاية السهولة. أولاً وقبل كل شيء، أوصل خرطوم الغاز بالمنظم. أوصل الآن طرف خرطوم النفايات السائلة بكأس الصرف واجعل طرفه الآخر في مصرف مناسب. أوصل البخاخ بحجرة الخلط بحيث يكون الهواء موصولاً بالطرف العلوي بينما الغاز موصولاً بالطرف الجانبي. أوصل سلك الكهرباء ما بين جهاز BWB ومصدر الطاقة، وأخيراً دع الغاز يتدفق.